المفترض دلوقتي نبتدي نوجه كلامنا للمنتخب المصري، يعني المنتخب القوام بتاعه بيكتمل وفق القائمة اللي أعلنها فيتوريا. النهاردة محمد صلاح النجم الكبير انضم رسميا لمعسكر المنتخب، ويعني المحترفين تبعا كان قبل كده تريزيجيه والناس دي، ولعبت الزمالك كمان احنا عندنا صور ورونا يا جماعة لعبت الزمالك وهي موجودة، وصلاح مع فيتوريا وانضمامهم سريعا. عايز الصور بسرعة، يعني قلبوا لي الصور بسرعة. ادي صلاح مع فيتوريا والراجل اللي معاه ده المترجم ولا ده احد المتعاونين معاه، وادي صلاح طبعا دي نجمنا الكبير محمد صلاح وصل وانضم رسميا لمنتخب مصر قبل المباراه بتاعه النيجر. ده زيزو اهو لعيبه الزمالك برضو بيستقبلهم فيتوريا، ده فتوح وامام عاشور والجهاز الفني والونش. اكتمل قوام المنتخب زي ما احنا شايفين مع فيتوريا. عندنا ماتشين، عندنا ماتش النيجر هيبقى يوم الجمعه في استاد اسكندريه ان شاء الله بعد بكره اعتقد الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره، وبعد كده يوم 27 الماتش الثاني بتاع ليبيريا. بصوا يعني قبل ما اتكلم، ماتشين في اطار الاستعدادات دي اجنده دوليه، والراجل بيتعرف على اللعيبه واللعيبه بتتعرف على الراجل، بس انا الفيدباك اللي جاي لي عنه مش احسن حاجه. يعني اللعيبه اللي اتمرنت معاه انا ما اعرفش والله العظيم، يعني هل دي الحقيقه ولا مش دي الحقيقه، هل يعني احساس اللعيب بينقله وهو الراجل في بداياته كده، يعني بيقولوا فرق كبير بينه وبين كيروش في التدريب وفي الشخصيه وفي التعامل، فرق كبير بيقولوا كده اللاعبين بيقولوا كده. انا ما اعرفش برضه، يعني عشان برضه نكون منصفين في التناول، انا ما اعرفش يعني هيبان بمرور الوقت بمرور الوقت، لكن بيقولوا انه كيروش الفارق واسع جدا. يعني اللعيبه قالت لي انا شخصيا هذا الكلام في تدريباته، ما اعرفش هنشوف، يعني خلونا نشوف الراجل هيمشي ازاي. وبعدين يعني دايما مدربين المنتخب بيبقوا مدارس مختلفه، المنتخب بالذات غير الانديه، يعني ممكن المدرب بتبقى شخصيته قويه بيعتمد على الجانب النفسي اكتر، في مدرب بيعتمد على التاكتكس اكتر. يعني انا خلونا نشوف يعني هتمشي الدنيا ازاي، لكن الفيدباك اللي جاي اللي مش احسن حاجه. ده مستمر معايا مع الراجل في القصص اللي حصلت اخر اسبوع، بدايه من قصه الشناوي والشناوي الازمه بتاعت رقم واحد، مين رقم واحد، محمد الشناوي ولا احمد الشناوي، والتناول بتاعه كان عامل ازاي ما عجبناش لو تفتكروا وقلنا كده، مرورا بالتصريح بتاعه بتاع ما وعدكوش بكاس امم او كاس عالم اهو، وده التصريح اللي عمل بلبله ضخمه جدا جدا اهو. ده على موقع فيتوري فيتوريا، طموحنا متوفر ولا قاعد الجماهير بحصد امم افريقيا والتاهل لمونديال 2026. ماشي. الحقيقه كلمني ناس وقالوا لي الراجل ما قالش كده نصا، يعني الراجل ما قالش انا لا قاعد بكاس عالم ولا قاعد بامم افريقيا. اوكي، وانا طلبت منهم رسمي من انا شخصيا كراجل اعلامي يبلغوا فيتوريا، هو عنده مؤتمر صحفي المفترض بكره علشان خاطر بيعتبر مباراه النيجر دي مباراه دوليه، مباراه وديه دوليه في الاجنده الدوليه، فلازم في مؤتمر صحفي قبلها بيوم ومؤتمر صحفي بعد المباراه وكل الكلام ده، الترتيبات الطبيعيه بتاعه المباراه الدوليه. قلت لهم بلغوه رسمي ان هو يعلن بكره في المؤتمر الصحفي، وانا اتمنى من الزملاء الساده الصحفيين اللي هيبقوا موجودين في المؤتمر يسالوه بوضوح، بتوعد تروح كاس العالم ولا ما بتوعدش؟ بتوعد ولا ما بتوعدش؟ عشان ناخد منه الكلام بوضوح. قلت لهم لازم يقول بوضوح تصريح واضح لينا كناس معنيين بالمساله، سواء كاعلام او كمصريين، ما احنا مواطنين زي اي مواطن مصري بيحب المنتخب بتاعه وبيشجع منتخب بلده. فبكره مفترض هيجيب ويقول ده صراحه، تعرفوا ان بوكس تو بوكس طلب من فيتوريا هذا الكلام، هنشوف. واحنا ندعمه جدا ونبقى في ظهره جدا لما يبقى هو راجل جاي يحقق طموحاتنا وامالنا، بس جاي يعيش معانا كده ويكسب فلوس كويسه ويقول انا ورزق على الله، ما كلنا رزقنا على الله، لكن لا، انت راجل جاي استعنا بيك عشان توصلنا كاس العالم، هندفع فلوس كتير عشان توصلنا كاس العالم، قاعدين نبلع بعض الحاجات اللي احنا شايفين فيها مشكله زي القصه بتاعت الشناوي والشناوي زي القصه بتاعت المعد البدني، دي برضو من الحاجات الغريبه جدا. ده انا قلت للاعداد هاتولي اسماء الناس بتاعت الجهاز الفني لمنتخب مصر علشان خاطر بالظبط اعرف، قلت لهم هاتوه رسمي، يعني الكلام اللي اعلن رسمي،
عشان اعرف برضو الراجل ده معاه معد بدني ولا لا. فلما سالت يقولوا لي ايه، اصل المعد البدني اللي معاه متخصص في حاجات تانية غير اللي محتاج فيها الراجل اللي جابه. اسمه الراجل اللي جابه يا جماعه اللي هو المصري اللي جابه ده، اللي هو اللي اتحط في الجهاز يعني، اللي هو عبد الرحمن عيسى. قال لك اصل عبد الرحمن الراجل اللي بص هو عنده حد اسمه والتر دياز، قال لك ده معد بدني. يعني في التقديم اللي قدمه لينا اتحاد الكوره، واحنا على صفحه اتحاد الكوره وقت ما جه المنتخب ده يا جماعه، مش في المفترض التشكيل والتايتل بتاع كل واحد هتقولي ده من على الصفحه الرسمه عشان نطلعه للناس، ان هو اوريدي متسوق لنا والتر دياز ده محلل اداء ومخطط احمال، لويس ستيفاس ده مدرب حراس مرمى، سيرجيو بوتيليو ده مدرب مساعد، ارنالدو تيكسيرا ده مدرب عام، روي فيتوريا ده المدير الفني. دول الخمسه اللي اعلن عنهم لما فيتوريا جه مدير فني ومعاه اربعه بالتايتل بتاع كل واحد رسمي في المؤتمر بتاعه وفي الصفحه الرسميه بتاعه اتحاد الكوره. يعني اذا في معد بدني. لما جاب الكابتن عبد الرحمن عيسى فبيقول لك اصل ده تخصص غير ده، مش فاهمها. انا مش فاهمها، اول مره اسمعها، لكن بلعناها. شفت حبيبك يبعت لك الزلط، بس عشان ابقى حبيبك لازم انت تحقق لي اللي انا عايزه، ولا هحبك كده في الحب من طرف واحد؟ ما بياكلش عيش الحب اللي من طرف واحد، لازم حب من طرفين. هبلع لك الزلط ماشي يا عم، عايز حد يعد معاك احسن من ماشي يا عم، الراجل دياس ده انت جايبه معاك ياكل عيش ماشي يا عم، دياس ده مخطط محلل اداء اكتر منه مخطط ماشي. بص هقول لك اوكي في كل حاجه، بس تطلع صراحه بكره وانا كلامي للمدير الفني المنتخب مصر وابلغته رسميا هذا الكلام، والاتحاد الكوره لازم يفهم هذا الكلام بشكل واضح وصريح لانه هيحاسب عليه. فقالوا لي هو ما قالش كده صراحة، ما قالش ان هو مش هيوصل كاس عالم ولا هينافس على كاس الامم، ما حصلش هذا الكلام. قلت لهم ماشي اوكي، بس برضه ما قالش انه هيوصل كاس عالم وانه بيقعد للوصول لكاس العالم، يعني ما قالش كده صراحة ماشي. جبنا الفيديو والترجم حرفيا، حتى اللغة البرتغالية مش من المترجم، يعني الكلام بتاعه بالبرتغالي قلنا نترجمه. صراحة قال ايه الترجمة الحرفية بتاعته؟ بص بقى قال ايه عشان برضو نقول ايه، هو ما قالش في نفس الوقت، هو لمح انه ما بيوعدش، ما قالش كاس عالم صراحة، بس هو الترجمة هتبين. وعلى فكرة كل ده نزيله وكل ده نحطه ورا ظهرنا لما يطلع بكرة، صراحة بأكد تاني اهو مش هندعمه ونبقى في ظهره بقوة غير لما يقول لنا ان انا جاي اوصلكوا كاس عالم. انت جاي تشتغل 4 سنين معانا ليه؟ مش فاهم، مناسبينك يعني؟ يعني في صلة نسب، في صلة قرابة، اصلك فرعوني؟ ما انا معرفش، ما انا معرفش. احنا جايبينك عشان توصلنا كاس العالم. بص اللعيبة قالت لي فرق كبير بينه وبين كروش، مش شايف مشكلة الشناوي والشناوي، مش شايف. جبت معد بدني وفجأة اكتشفنا قبل المعسكر ب5 دقايق ان فيش معد بدني نافع، مش شايف. انا مش شايف، واحكي لكم قصة عن عواد برضو رأيي فيها، برضو هعمل نفسي مش شايف. كل ده قصاد ايه؟ لازم تطلع تصرح تقول عشان تتحاسب واتحاد الكره يتحاسب. لان تاني بقول اهو، جزء من راتب فيتوريا بتدفعه الدوله، ما بتدفعوش الدوله عشان خاطر اتحاد الكره وان الناس تبقى تمام وبتسدد فلوسها في التوقيت بتاعها تمام، لا الدوله بتدفعه علشان خاطر تحقق امال وطموحات المصريين.